انتي بدأتي سينما ودلوقتي ناجحة في التلفزيون، السينما يعني مش موجودة معاكي، ما بتطلبيش فيها، فيها شلالية، حال السينما واقف، انتي مكبرة دماغك من ناحيتها، مش بتزقي فيها، ايه السبب؟ انا ما بزقش في اي حاجة، قاعدة في بيتك مستنية يجيلك اللي ربنا هيبعته. هشتغل ولو وناسة يعني معاك برضو يعني. ايوه ماشي، ما هو اسعى بكرامتي، ما اقدرش اعمل كده يعني، اني لما يجي لي دور اجتهد فيه قوي 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 فالناس تقول برافو رانيا، ده سعي، ده مفهومي انا عن السعي. لكن ان انا اعمل تليفونات واتكلم او اشوف حد اقول له نفسي اشتغل مع حضرتك، نو مستحاله. تعمليهاش برغم ان انت ليكي الحق ان انت تعملي ده. لا الحق على بحق، لا ليكي الحق ان انت تعمليه ده. لكن لا ما اعرفش اعمل كده، وما احبش اعمل. طب انت شايفه السينما فيها شلاليه ولا السينما باظت ولا السينما بقاش فيها انتاج ولا السينما التلفزيون؟ لا هي السينما، ولا عدم تدخل الدولة ضيع السينما ولا ايه؟ لا الدولة هتشيل ايه ولا ايه؟ يعني الحكاية ما الفكرة كلها ان انت عدد انتاجك قل كتير جدا، السينما كانوا بينتجوا بالستين فيلم في السنة والسبعين فيلم، انت دلوقتي بتتكلمي في 20 بالعافية. مفيش عشرين. لا ما في افلام ما بتتش يعني اللي هي المقاولات دي ما بتتشافش، كام فيلم هم اللي كبار، خمسه سته مثلا بس وخلاص، والباقي كده ما فيش صناعه قائمه على كده. يعني انت عارفه السيزون مين اللي نازل.